اخيرا عليكم تاني او تاني كم ضابطين خوتي احبابي، دخلوا عندي نموت عليكم. الحقيقة في الدقيقة، الحقيقة في الدقيقة. مرحبا والف مرحبا. زيدوا 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 زيدوا، سمعوا اخر الاخبار ديال اليوم. موس ماهر، موس ماهر القرداوي، موس ماهر يتحدث، موس ماهر يتحدث على هذه الميلودي. موس ماهر الساعة كي وشوف، اجي انا نوريكم الحقيقة ديال موس ماهر، ونعطيكم الحقيقة ديال ديك أمنية وديال هاد عزيز وديال هادشي كامل. هاد فهمتيني اللي عينا ما نفسروا لهم ما فهمتيني، ناض هو كيقول لهم هاد الهضرة. المهم دخلوا عندي نقول لكم شنو واقع اليوم، تعرفوني في الحقيقة في الدقيقة، وتعرفوا موس ماهر على حقيقته حتى هو، باش تعرفوا قضية موس القرداوي. القرداوي هاد القرع، هاد خينا اللي قال لك اش دير القرار مشطلي شعرو، هذا هو هذا موس ماهر. اللي انا اللي درته، انا اللي درت السي موس ماهر، وانا اللي علمته يغني، وانا اللي كان كيجمع الغرامه، باقي كيجمع الغرامه، ولا كيتحارب معايا في المهرجانات، وتحارب معايا في ويدبر على عباد الله، ويدبر على بزاف ديال الناس. المهم شوف الحقيقه كلها، تشوف اخي القرداوي دابا الحقيقه بالوثيقه، الحقيقه بالوثيقه. انتم سمعوا دابا خوتي احبابي، زيدوا 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 327، زيد زيد اخي ديالي زيد. مرحبا بكم خوتي الاربيطه، هو غيبدا. مرحبا هذا خويا ايوب، مرحبا بك. انا راه ما كنشوفش كومونتيرات كاع، خرج من هنا باش نشوف كومونتيرات. مرحبا والف مرحبا. درنا شي فطوره مازال؟ الله يحفظك. انا برا نجيب شوف شويه، زيد 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 زي. بس نخرج شويه في الجريده نتقاد هذا خوتي. مرحبا زيد 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 زي زي زي. لا خليني ايه هنا، بارك عليا الله يا بس. شوف الكومنتات كيفاش جاري. خويا ناس مرحبا، انا جاي. السلام عادي، لاباس عليك اختي سماح جواد. سلام عادل دي باري. احمد خويا، خويا احمد الحلو الله يكبر بيك. مرحبا بك سي رشيد طالبي. مرحبا مرحبا الف مرحبا. فيفا خوا نموت عليكم كاع. رانيا، رانيا بنتي. مرحبا بني رانيا كابا، بنتي بنتي رانيا. زين الدين الحداوي، عادل رجوله خويا الله يكبر بك. خويا بيرو، خويا عادل باري، وعادل صافا عليك الله يكبر بك. خويا عادل حورية، مروان خنيفرة، مرحبا بك. مرحبا خويا الله يكبر بك. خويا اتمنى نموت عليك خوتي كاع، نموت عليكم الف جات خوتي. السلام عليكم حبابي، نموت عليكم. عادل بالباله راهي جا هنا، عادل جمع ولادك، عادل دير لولادك، عادل فعل لولادك، عادل شوف لولادك، عادل ويا غادي عادل ما عادل اليوم وغدا وبعدو. خوتي غادي نقول لكم واحد القضية قبل ما ندخل عندك سي موسى القرداوي. انا جايكم القضية، اول حاجة اللي خصكم تعرفوها اخوتي اولا، بان غادي نزيد نقولها ونعاود نقولها وناكد عليكم مزيان، بان راه لا دي ان كدير ب 2000 درهم. لا دي ان كدير ب 2000 درهم، اللي بغى يعرف لا دي ان راه كدير ب 2000 درهم. ياك التازي غادي يخلص عليكم لا دي ان، مرحبا سيروا ديروا لا دي ان، سيروا ديروا لا دي ان وانا معكم معززين المكرمين، فهمتيني. سيروا ديروا لا دي ان وانا معكم معزز، ما ديال الهضره ما نهضرش عليها. دابا الحلاوه من هادشي كامل شنو؟ لان كاين كما فهمتي كاين القانون وكاين القضاء، هادشي كنعرفو كامل. يديروا لا دي ان وانا ما هارب من حتى شي حاجه، وكنقولها وكنعاود نقولها. التازي غيخلص عليكم السي الدكتور التازي، يخلص لا دي ان. مرحبا بسي الدكتور التازي، الله يرحم ليك الوالدين. هادوك دوك البغال، حيت قال لك اسيدي اطفال هما بغال، واحد قد قال لك هادوك البغال، لان هاد خيتي اللي كتنوض مع التوف شفتي اللي كتنوض دير مع دوك الناس سي جواب، كتهضر على المؤسس انهم دراري صغار، لا هما راه كبار. يعني هذوك البغال باش يشوف شي وديروا لا دي ان، انا ما على بال سيروا ديروا لا دي ان، كاين قانون كاين قضاء، سيروا ديروا لا دي ان. لا دي ان كدير ب 2000 درهم، ماشي باش دير العيب وبدات الساعه سعايا، لا ما تسعاش في عباد الله وعباد الله. وانا بغيت الناس، واش كيبغي الناس؟ ماشي كيصيفط لهذا مليون ولا تصيفط وبقى تجمع في الاموال. سير اخويا راه دايره 2000 درهم وزيد، بلا ما تبقى تسعى في الفيسبوك وتصيفط النمره ديال امك والنمره ديال اختك والنمره ديال خالتك، بلا ما تبقى تسعى في الفيسبوك ودير لهم انا عادل الخطابي. لا انت ما سميتش عادل الخطابي، انت سميتك عزيز الياباني ولد عبد الله. انا راه سميتي عادل الميلودي، عادل الخطابي ولد عبد السلام، فهمتيني. هذا هو الواقع. وزيد من هادشي كامل، سير دير لا دي ان، سير ديروا لا دي ان. راه لا دي ان كدير ب 2000 درهم، ما غاليه ما بزاف.
انا هادشي كامل هادي ماشي شغلي فيه. المهم هذاك راه كاين غتكون راضي ان شاء الله ويكون هادشي كامل. انا نزيدكم غير واحد الحقيقه اللي هي ديال موسى القرداوي اللي نو سمعته سيدي مهصلص بعدا في اتصالات بعدا فانتي خدام غير محلي بعدا مهصلص هصلص في اتصالات مدبر على هذاك. المهم انا فاهم على هذاك الشيء واقع ماشي شغلي هذاك شغلو بهذاك اللي شغلي انا هو ناضي سيدي. قال لك سيدي نوض راه الدريه بنتك واعتذر لان كان معايا هو وسيدي. انت ملي كان معايا انت غدير معايا لاضيين مني هذيك الدريه بنتي انا وانت غدير معايا ماشي مشكل فاش انك انت غدير معايا لاضيين ماشي المشكل هو انك انت كتهضر على بنات الناس وعارض الناس ونسيتي بنتك اللي كتضرب الشيشه في باريس معانا شيشه اللي هي منال المهراوي. منال المهراوي اللي شبعنا شيشه وشبعنا داكشي ديال الله وكتسالى في ديك باريس مسامح فيها وسامح في مرتك ساهي تماك وجاي هنا جبتي مرتك هنا ما انت بعدا ما كتولش باش نديرك لان الولد ديالك اللي عندك راه بالانابيب ونتحداك الا ما كانش ولد الانابيب اللي عندك هذا اللي عندك مع السيده اللي عندك مع في كازا هذا نتحداك اقسم بالله الا ولد الانابيب هذاك ديال الله لانك انت ما كاينش فهمتيني ان نحصر الناس اللي كيديروا اطفال الانابيب ولكن هذاك المساك راه ما ولدوش ما كيولدوش عادي ماشي ولكن انت صاحبي عندك بنت سامح فيها من اول بعد هذاك خصك دير لا دي ان كلشي هذا هو الواقع. انت يا القرد يا ايها القرد اللي كتهضر عليا انا راه ما عنديش مشكل المشكل اللي عندي انا ما عنديش غرام ديال المشكل انا هذا هو الواقع. انا قالك سي ديروا لا دي ان ديروا لا دي ان راه السي تازي السي الدكتور تازي غادي يخلص قالك يخلص لهم لا دي ان مرحبا انا ما عنديش شوف انا نعطيكم شي بوت نعطيكم الزغبه شنو بغيتها الزغبه عندي ولا الزغبه ديال البلد كدير الثمن ولا دير الاموال ماشي مشكل نعطيكم الزغبه نعطيكم الدفله نعطيكم اللي ما عندي على باليش فهمتيني غرام ديال المشكل ما على باليش ولكن غير باش نزيدكم واحد القضيه باش حتى الا كانوا كما كنقولوا قلت لك داك النهار ما بقى فيكم الحال واخا يكونوا ولادي راه ما عرفش عليهم ما بقى فيكم الحال انا عارف راسي بقى فيكم الحال ولكن خصكم تعرفوا واحد القضيه مزيان سولتوا على عادل سولوا على موت هاد عزيز موت امي ما سولتوش عليها ما سولتش عليها شنو كانت كدير شحال هادي ما سولتوش عليها بوا ولد بقى فيه الحال طلع لي الدم قالك انا كيهضر على امي شريفه امي عفيفه وانت بعدا كنت راجل كتقول لي انا ماشي راجل السي عزيز سير شوف خصك فين كتبات دابا شوفها فين كتبات وهضر مع الناس نيشان يعني ما بغيتيش انا عندهم حتى الدار فين كتبات بغيتي نوريها لك خصك بيته مع واحد شاده مقلسه عنده تماك وانت كتهضر كتهضر على الرجوله هادي الرجوله ها انت اللي كتهضر انت كلك واش انت راجل الراجل او شافر اللي كنعرف انا اللي كيوشو اللي كيوشمو هما العباس الرجال اللي هما كاينين وكيوشمو على الجداره والاستحقاق وكيديروا وشامو انت صاحبي بروج ديال الخلا وكتواشم وقيمو انت كتقول لهم انا صحه غندي النسب وصحه غندي من انت غدير لي النسب صحه انا وشوف اخوتي واقسم بالله العلي العظيم الا انت ولدي انا الله يعطيني مصيبه شوف انا انت لان انا عارف مزيان شوف راه كلشي كيعرف راه كلشي ديال الله كلشي عارف انا عارف مزيان بانك انت ماشي ولدي وعارف باك شكون الى امك بترجل غتقول لك سير ولدي ترجل انا ما غنعير لك امك ولا والو وانما انا ملي غنوض نهضر على امك راني عارف كيفاش غنهضر معها لان اللي كنعرف هذيك المراه راه ما كتعرفها لا انت ولا هذيك البنت اللي عندها فهمتيني اللي كنعرفها مزيان لان انا اللي كنت ساكن حداها في ذاك البيت وانا اللي كنعرف خواتاتها وانا اللي كنعرف كل شيء عليها هذا هو الواقع فهمتيني لان باش نجي نديروا لا دي ان بزاف ديال الدراري اللي كاينين خصهم يديروا لا دي ان حيت داكشي داز قدام عيني ماشي من مور ظهري يا ايها الشباب باش عرفوا هذه القضيه وبنادم اللي بركع كيهضر وعادل ونوض دير ونوض فعل اخوتي انا ما هرمتش حيت باقي كنقولها وزيدوا داكشي داز عليها شحال من عام 26 سنه 26 سنه هاد الناس هادو فين كانوا فين كانوا هاد الناس هادو اين كانوا ما كانوش هاد الناس اصلا عندني 26 سنه فين كان هاد الناس غنجي هو بحال دابا دوك الدراري اللي داروا اللي نوضوا كيشهدوا وشحال مخير فيهم شحال عنده مخير فيهم عنده الكبير فيهم عنده 40 سنه يعني انا كبر منه ب 8 سنين فهمتيني هاد الناس هادو فين هادو اللي كيهضروا اللي بغينا نهضر يهضروا الناس كبار فهمتيني يهضروا الناس اللي فري اللي كانوا اللي هما جيراننا ديال بصح اللي كانوا ساكنين تما فين كان عادل كاري داك البرتوش وفين كانت هي دخيتي هي وخواتاتها جوج كاريين داك تماك وكانوا واحد الناس واحد اخرين تما زوافريه كانوا فين كان ملي كان بنادم كيدخل وكلشي كلشي كان كيدخل كلشي كان كيخرج هذا هو الحقيقه ولا يقول لي دير لا دي ان احنا بزاف سنديروا لا دي ان شحال ما خصو يدير لا دي ان اصاحبي واه خصو يدير مؤخرا فاش كان القرد واش كان القرد موس ماير موس القرد اللي سامح في بنته بعدا اللي كيهضر على بنته ولا سامح في بنته كيقول لك هذاك راه لا غيقول لهم لا راه انت اللي سامح في بنتك مخليها تما وريني اخويا بعدك المرتبة ما بقيتيش معاه بنتك فين هي بنتك اللي هي منال المهراوي منال المهراوي فين هي
خلاها مسكينه كضرب تمار تما في باري من شيشه لشيشه ومن هنا ومن هنا كترجل علينا هنا وداخل اتصالات ومزارع الشعر القرع وداخل كتقول لهم انا راه هادي راك اي راه نورمال راك انت معايا انت كون كنتي راجل هذيك خيتي ديك امنيه ما تمشيش معاه وهي براجلها لان ذاك راجلها كان دير تيق فيك اللي هو معاد القرقوري كان تيق فيك وليت كتدخل انت كاع هي ترجل نقول شحال من مرات الراجل مشيتي معاه بلا ما نقول لك شي فنانه مشيتي مع عيالات وما كاع ما شغليش هذاك الشيء انا حيت انا ما يمكنش لي ذاك الفنان ما يمكنش لي نجرحه فهمتيني انا عارف انت خطير في عيالات الرجاله جيتي بغيتي تدور لي بالمراه ديالي انا سامرتي انا بهدات امك من الاخر بهدلات تسحب راسك انا عندي الشياطه ولا راه عندنا السبوع عندنا اللي عندنا اللبؤات راه انت اللي عندك البقره الكلب عندك البقر وكانت المراه عندك الصحمره كاع ما تخليك مجا الوقف في كازا واللي اللي بانت لك ديها ونزيدك غنزيدك ابو ديال الفرشه انا معاك الفرشه والماكلة الكرشه موس ماهر كنا شوف هي بصح نظروني شان موس ماهر عقلتي داك 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 اللي كنا كنديو في في برشلونه برشلونه العيالات اللي دينا ما نظرونيش انا شوف انا دابا جينا انا فنعريت وجهي دابا نيشان دوك اللي دينا في برشلونه هي الكلب فهمتيني وبقيت كتقول لي لا هادو بجوج لا هادو من هنا لا مو هادو ديال برشلونه وديال من وهادوك اللي ديتي انت ها بقيت مساكن ما كدو انا لقيتيني ما صافي عييت انا تجوز صافي درت عقلي اقسم بالله الا هاد الهضره كنقول لكم والله رزيني في الحياه ديالي الا درك انا صافي ما بقيت كدير حتى شي حاجه صافي فعلي الله صافي ميكس على وهو باقي الفساد وباقي الان هذوك اللي في كازا اللي كيجيو عنده جوج كارسونات عنده تما هذاك داك القهوه اللي كاري ب 7000 ريال ما نعرف 7000 درهم ولا ما نعرف هذيك القروه اللي القهوه اللي كاري شنو كدير فيها الكلب القرد ها انت انسان فاسد في الحياه ديالك اول حاجه اللي بغيت تهضر عليا انا اعترف بعدا بنتك انت ديك منال المهراوي راه لايحه تماك فهمتيني اعترف بها غير اعترف بها انت غتكون راجل انت ماشي راجل هذا اول حاجه دير الطفل الانابيب معروف عليك القاضي باش عارف هنا ماشي راجل الطفل الانابيب حتى هو ديال الله انا ماشي شغلنا هذاك الانابيب العالم راه مليون الف واحد كيولد بالانابيب الله يسهل عليهم ولكن انت باش تقول لهم انا راجل ولا اعترف بها هذيك امنيه اول حاجه انا عارفك انت مشيتي معها انا عارف هذه القضيه واقولها لهاد الناس ما عاد تقدر تقول لهم هاد الهضره هادي والله ما عاد تقدر تقولها لهم بالله هذا هو الوقت بغيتي انا نهضر عليك باش تشهر انت كتشهر المهم باش تعرفوا هاد القضيه خوتي هذاك السيد اللي باش يهضر عليا انا شوف انا قالك التازي غادي لهم لا دي ان هادشي اللي قال التازي فهمتيني انا تسخر انا عطيتها للقضاء والقضاء راه شوف كلشي بالقوانين قالك اسيدي قالك اسيدي هما يجيبوا لي وثائق هاد السيده هادي اللي هي لا ما كانتش كتعرف مسكينه ما كانتش قاريه سمعوني مزيان السيده ما كانتش قاريه حيت هي ما كانتش قاريه وجات من العربيه لا جايه من العربيه شنو جات كدير في المدينه هذه وحده باش تعرفوا داك خيتي بهذا الاصليه شنو كجات كدير للمدينه هي مع قاريه وما عارفه حتى شي حاجه اشنو جات دير في المدينه جات تصلي على يدور السبع خواتها حتى شنو جاوا يدير في المدينه كانوا في العربيه جاوا يديروا في المدينه عاد من جاوا كراو بيت وعطاوها للدعاره هادشي اللي كاين ملي تشوف انت مره كتدخل كتخرج يطن هنا ودق من هنا ودق من هنا عادي حنا كنا صغار كنا زوينين كنا دينا كلشي نكذبوا دينا العالم حنا ما كناش حنا راه ما كنكروش عباد الله حنا ما نكرناش حنا باقي الان ما كنكروش حنا دينا العالم دينا كلشي غنشوفوا هاد عادل شحال عنده من ولد غتلقى عندي واحد 50 ولد نيشان انا انسان كنت فاسد وهما كانوا فاسدين حنا كاملين كنا فاسدين فهمتيني كاين هذا واد انا عاهر وما عاهرات وهي غادا داكشي ديال الله وداكشي ديال الصغر كان جد نتحدى شي واحد صغرو ما فسدش نتحدى شي واحد ماشي صغرو باقي الان انسان بولادو باقي كيفسد حنا غير انا المشكل اللي عندي هو انني انا درت عقلي نهار اللي درت عقلي ناضوا هاد الناس هادو ناض بغادي يبغى هذا بنتو هذا ولدو لا انا ما عنديش غرام ديال المشكل كاين لا دي ان كدير ب 2000 درهم هذاك اللي كيسعى في الفيسبوك هادشي كامل باش يديروا نوضو سعى في الفيسبوك هذاك اللي كيسعى في الفيسبوك لا دي ان كدير 2000 درهم اللي غيعاونو عطي غير 2000 درهم يمشي يدير لا دي ان هادشي اللي كاين ما عنديش غرام ديال المشكل بغيتو زغيبه نعطيكم 10 الزغبات هما الزغبه مشتت انا راه ما ديرش سميتو مزارع الشعر انا في تركيا باش نكون قراب بحال داك القرداوي موس القرداوي عازر دير يا ما يزرع مسكين باش عرف ربي ما يسراش مع حتى في شعرو كيزرع ويطيح يزرع ويطيح وعاد كيهضر وعاد صاحبي ما عرفش وجهك مالو وليتي بحال هكا القرداوي وكتهضر باش عرف مك فيك السم والسم اللي فيك راه ما عمره ما غادي يحيد وغوكك غتبقى انت انسان فنيان في الحياه ديالك انا كنهضر مع هاد الناس هادو اول حاجه بغيت نقول لكم اللي غادي يعلم الله اللي كيعلم الله اللي راه انتم راه تبقى تهضر حتى لبعض الصباح وتدخلوا في هادشي لان اول واحد غيتدخل في هادشي هذا خصو يتدخل في الحياه ديالو الشخصيه هي الاولى
الا ما عارش هو صاير وما عارش يقدر يسول مو مو مسكينه ما عاد جاوبوش ولا باه ما عاد يجاوبوه. وكاين هو باه ولا مول كنهضر معاهم دابا مباشره راه ما عارفين شنو واقع راه ما فاهمين القضيه وعارفين الحقيقه في الدقيقه. مرحبا اخوتي مرحبا نموت عليكم مرحبا اليوم لا يوم كل اتصال بك داك السيد يلاه اختي هاجر هجور نموت عليك. المهم هذه الحقيقه اخوتي في دقيقه الحقيقه باش عارفوا اللي كاينه هادشي اللي كاين. هذاك انسان بعدا اللي هو موس القرداوي اللي هو موس اللي فهمتيني موس الفاشل في الحياه ديالو هذاك اول حاجه يبقى يهضر على بنات ناس يهضر على بنته. منال المهراوي منال المهراوي راه مؤخرا لقيتها واحد الشيشه تما فما كنعرفش عندك سميت في باري راه هي جالسه معززه كتشيش تما وراه كتدبر مع عند هذا ومن عند هذا ومن عند الاخر. انا الحمد لله الا كانوا هاد البنات كما كنقول لك هاد البنت بنتي راه كاين الله دي ان كدير 2000 درهم والا كان هاد الولد ولدي راه كاين الله دي ان كدير 2000 درهم. وانا كنقول لكم راني كنت فاسد هادوك الناس كانوا كارين معايا بالصح الا هاد الناس هادوك ما كانش الحقيقه بالصح كره خيسي منين نقول لها انا خسي انا دابا صافي انا عييت انا صافي خوتي ما بقاش كاري معكم هاد البيت راني لقيت المره اللي نتزوج بها راني تزوج في 96 راني تزوج في 96 و 96 ما بقيتش كندور بداك الشيء كامل. هذاك الدري اللي كيقول لهم انا الحاقد ولا ما نعرف هذاك راه زيد 98 يمشي عند امه تقول لي بوه فينا هو. هذيك الدريه الله اعلم تقدر تكون تقدر ما تكونش انا ما نعرف انا ما نعرف. ولكن انا على يقين بانني انا عندي جوج وليدات يوسف وايمن وكما قلت لكم راه كاينه لا دي ان وهذيك امهم راه ما مشاتش غير معايا انا خصها تقول لهم الحقيقه لانني الحقيقه مره الحقيقه مره الحقيقه مره لان الفنتين الموس حافي وهذيك البقره والحقيقه راهي مره هذا هو الواقع. والحمد لله كما قال لكم السي الدكتور التازي راه غادير لهم لا دي ان وانا مع الدكتور التازي في القضيه هذه. ومرحبا والف مرحبا هذا هو الواقع مرحبا والف مرحبا في لا دي ان. القرداوي غنبهدل امك وكون على يقين غتبهدل السي القرداوي كون على يقين بانك غادي تبهدل لانك انت ما درتيش الخير حتى في ولادك. اما انا هذوك ولادي عاصحين يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش الله اعلم لانني انا وهذا الشيء هذا في 26 سنه وانا كنت فازد وحياتي الشخصيه هذيك مشغول حتى شي واحد فيا لان انا شحال ما يمكنش بنادم غادي يجي يحاسبني على واحد الماضي درتو شحال هذه لا ونوض وجمع ودير وافعل واترك وصافي صافي صافي والحماق يا الحماق هذا بزاف على هاد الهضره هادي الله يسهل الحماق بالله. مرحبا بخوتي مرحبا نموت عليكم مرحبا كلشي ديال الله شنو؟ لا حسيت قول لي يسالي اللايف ولا قول لنا لا هو عيسالي ابو العبد ويعيدو ماق يا الله السي القرداوي اريني ما عندك السي القرداوي يلا وريني 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 السي القرداوي وريني. اختي خديجه مرحبا اختي خديجه الله يكبر بيك صاحبي مالك راه قلنا لك راه حنا كنقطعوا لك تنساليو اللايف صاحبي مالك. هاد الناس هادو اللي كيهضروا هاد الناس اللي باغيين يديروا لي البلبله فهمتيني هاد الناس اللي كيديروا البلبله وباغيين يهضروا هاد المساخيط والدين ولا وعادي. شوف اي واحد عنده ماضي ديال وكل زبيبه في قاعود وهاد خيسي اللي كيهضر عليها موسماي راه فيس فيس مشات عنده شي ثلاثه ولا اربعه خطرات وهو اللي كيصيفط ليها الفلوس باش كتمشي عنده كتشتران وكتم غادي عنده حتى الكازا باش كيدير لها اللعيبه في الجعيبه باش انه باش يتبقى في زعما باش يلصقها ليا. لا انا خويا لا انا خويا انا كنعرف الله سبحانه وتعالى الله اللي كنعرف انا كنعرف حتى واحد كنعرف الله سبحانه وتعالى هو اللي عالم داكشي اللي كاين هو اللي عارف هذيك بنت من وهذاك ولد من وهذا هو الواقع. انا لحد الان ما غنعترف بتا شي واحد علاش؟ لانني انا اقسم بالله العلي العظيم هاد الهضره اللي كيقول هاد الناس كامل ما كاينه منها شي حاجه. اللي كاينه هو انني انا كنت كاريبيز مع اربعه الزوافريه وهي كانت كاريبيز هي وثلاثه ديال خواتاتها وكل شيء تما كان كيدبر على راسو كانوا بنادم كيدخل وكانوا بنادم كيخرج. هاد الشيء هذا اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس وانا خويا ديال الحقيقه كنقولها وكنقولها امام الله ربي اللي شاهد عليا ونقولها امام القانون وامام القضاء. وهاد الشيء هذا عندي انا بالشهود هاد الشيء هذا عندي بالشهود ماشي بنادم مره قال لي نوض جمع ولادك عشان نجمع انا ولينا ولاد نجمع فيهم واش انا نجمع وحده ما خلات ما دارت في الامارات وما خلات ما دارت سارت مع العالم كامل. هذيك انا كون كانت انا بنتي بصح هي بعدا كون كانت ملي كانت مع راجلها راجلها كون كان راجل بعدا كون هضر كون كان ملي كانت بعدا مع راجلها فهمتيني كانت نوض ترجل فهمتيني وتبقى مع راجلها. ولكن هما التريكه راه هما فهمتيني الا هضر راجل راجلها هو اللي غيبين لكم الحقيقه كامله الا بغى يهضر
والله سيبين لكم الحقيقة كاملة ويقول لكم شكون هي ما ويوري أنه هو راه عاش معاهم الداخل، عاش معاهم شخصيا، راه هو اللي يقول لكم شنو واقع. أما أنا من هادشي كامل أنا حاجة واحدة اللي نقدر نقول لكم، راه كاينة لا دي إن، ومني تسالي لا دي إن وقيمك حلا فهمتيني غادي نقول لكم غير واحد القضية باش 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 سي 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 داك الحاقد باش اعترف بان ابن الزينة لا لا يا ريس فهمتيني. وانا النهار اللي غنبغي نموت قرنو ان شاء الله غنحرق الحياه ديالي كامله غنحرقها باش حتى واحد لا ولادي اللي هما بصح نيت لا ولادي اللي هما ديال البلاني ما يدي حتى شي واحد شي حاجه، لان كل واحد ينوض يخدم على راسو، كل واحد ماشي ينوض ساعه نوضو سعايا. انا والعادي الميلودي ودابا اللي بغى يتعاون مع امي ها النمره ديالها، واللي تعاون مع خالتي هي النمره ديالها، واللي بغى يونا اختي هي النمره بغى، واللي بغى يتعاون نوض خدم على راسك راه لا دائره لك غيديروا كفابور ولا بغيتي تنوض ساعه والناس غيديروا معاك مزيان عطاوك غير 2000 درهم 2000 درهم ورا لا دي ان كدير غير ب 2000 درهم وانا قابل ندير معاك لا دي ان. وكما كنقول لكم راه انت بعدا انت السي عزوز السي الحاقد انت اقسم بالله ما ولدي راه امك تقول لكم اقسم بالله راه كنحلف قدامنا هذيك امنيه قدر الله اعلم الله اعلم انا ما نعرف الله اعلم لان انا ما كانت كتدخل وكتخرج وانا كندخل ونخرج هادشي اللي كنعرفو غير حنا وياها وهادشي انا عندي فيه الشهود هادي الهضره وهذا الهضره كنقول لكم ديال 26 سنه عارفين شنو هي 26 سنه و 26 سنه على هاد الهضره كنقول 26 سنه هاد الناس هادو فين كانوا ها فين كانوا هاد الناس هادو هاد خينا اللي كتصوني انت دابا كتعرف كتصوني غنسالي غنبلوكي والله حتى غتبلوكا بالله هذا هو انا هنا فهمتيني دابا غنفطر واحد شويه ان شاء الله ناكل واحد شويه بعدا نعيش الحياه السعيده والحقيقه دائما في دقيقه وهادشي بالوثائق وبلا وثيقه وانت يا قرد موسماهر جيب بنتك من باري ما تخلاش دور في الشيشات وترجل ولد وليدات حقيقيين ماشي وليدات الانابيب باش نعرفك راجل وبركه من الفساد اللي فاسد معك مع هذيك اللي جا عندك القهوه تفسد معها فهمتيني وزيدو انت مريض من التحت ديالك هذا هو الواقع معروف عليك هذه القضيه انسى حاجه وحده باش تكون نظيف خصك تغسل فمك فمك خانز كون عالق اقسم بالله يوقف حدا شي واحد حدا موس سي حماق موس فمو خانز هذه هو الواقع. المهم هادشي كامل خوتي خواتاتي نموت عليكم هذه الحقيقه بغيتو تعرفوا الحقيقه الدراري بغيتو ديروا لا دي ان كدير 2000 درهم بركه من السعايا لا دي ان كدير 2000 درهم لا دي ان كدير 2000 درهم سيرو بلا ما تبقى تخرج تقول لهم انا امي باغا ولا غنديروا ولا هادشي راه بزاف ولا خصكم فهمتينو فهمتيني هاد عادل هذا ملي كان مسكين كمجال وقف الزناقي هاد عادل هذا ملي كان كيغسل الموانو كيسيري الصباب لعباد الله هاد عادل هذا ملي كان نعس الزنقه هاد عادل هذا ملي كان مليوح هاد عادل هذا ملي كان كيصور 50 درهم وكان كاري داك البيس مع هاد خياتي هاد عادل هذا ملي كتدخيتي كتدخل عليه قدام عينيه وكتخرج عليه قدام عينيه حتى انا كنت كندخل قدام عينيه ونخرج قدام عينيه هاد عادل هذا مسكين اللي ضربت تبرات كاملين ما بقاش فيكم هاد عادل هذا لا هاد عادل هذا خصو يترجل وانا نجمع ولاد نجمع ولادنا ديال الزنقه فهمتي النهار عادل مسكين تزوج ودارو كافح وغامر وتقاتل فهمتيني ودار وليدات ديالو غيولي خصو يجمع ثاني يجي يربي اسره تجي اسره ديال 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 الفساد غادي تربي ها هادي راه ما يمكنش اخوتي راه ما يمكنش شوف نتحداكم العالم كامل نتحدى كل شيء اي واحد نتحدى في هذه القضيه هذه نتحدى شي واحد يدير هذه القضيه نتحدى كما كان النوع ديالو فهمتيني كان اي واحد صاحبي خويا من البعيد من القريب نتحداه نتحداه يشوف وحده كتدخل وتخرج هو كان كيدخل ويخرج وصافي الوقيته اللي ما كتكون حتى وحده كيتلاقى وداك الشيء ديال الله وصافي وكتلاقوا كتدبر عليه بديك 50 درهم وصافي ويا غاده وفي الاخر تشوف صافي انا بقى فيا بقاو فيا داك الناس بقاو فيا داك الوليدات غادي ومن تم داك الوقت وانا كندير معاهم زوين شري لهم الحوليت كسيهم صبطهم ماشي غير هما راه عشرات العائلات كسيهم وصبطهم ودير معاهم مزيان وتصور شوف شحال منام شوف شحال منام وبقى مزيان وكبروا على يدي انا على يدي دائما انت انا مجوج المراه كنقول لها لا راه هاد الناس راه خصنا ندبروا ما فراسهم والو هاد العيال قال لي كانوا عندي ساعات مثيل الاخرى والله ما فراسها شي حاجه تا خرجتوا انتوما دايره ودايره نورمال يطلع لها الدم
السيده ما فاهمه والو تيخرج يجري يقول لها هذو راه ولاد ولاد راجلك راه ما كايناش اخوتي هذه القضيه ونايدك ولدها كيقول لها راه حتى هي واخده من البار وحتى هي عايره لا خوتي هادشي كيف كتقول عايره شاد السيده بالدبلومات ديالها سيده حقيقيه وهادشي كنقول لكم غادي تشوفوه مباشره شي اللي غاس تشوفوه شي الدبلومات ديالها غتشوفوا الدبلومات وغتشي السيده كانت خدامه في لي زورونجي ولا ما العمر ماشي ديالهم وما ما فهمتش هادشي ديال الطياره فهمتيني هادشي كاين بالوثائق هادو عندهم الوثائق الصور شي بالوثائق وهاد السي هذا اللي داير لاكارت السي هذا اللي هو عزيز اللي داير لاكارت ناسيونال هذا كاين شي واحد غيدير حاله مدنيه ويقول بوه ما كاينش راه ما يمكنش راه ما يمكنش عندهم حاله مدنيه وعندهم لي كارت ناسيونال والسيده هاجرات الامارات مشات وجات سميتها الزيت الياباني داك لاكارت باه هي قول بها حتى دول واحد اخر يعترفوا بها قول بهم ياك هذا ماشي مشكل اذا هاد الناس هادو راه نورمال راه عاديه انا راه عندي واحد الدري صاحبي راه واحد المراه عندها جوج هي عندها جوج ولاد صاحبي مزوج بها وسيسر هذاك باي بلا ما يولد هذاك واخده مكموله كامله مكموله هذا هو الواقع اذا خوتي نقول لكم واحد القضيه هذاك خينا اللي هو عزيز اللي داير لك الحق هذاك راه كيسعى طلب هذاك طلب السميه ديالي ما يطلبش سميتي اول حاجه لان لا دي ان كدير غير 2000 درهم سير اولدي دير لا دي ان بغيتي زغيبات لا جوج لا شي دفيله نعطيها لك ما عنديش مشكل وسير دير لا دي ان هذيك الاخت اللي هي كدير اللي هي بنت اللي قال لك المهراوي اللي مشات مع المهراوي شي 4 ولا 5 الخطرات ومقول براجلها اللي هو موعد القرقوري كان كيجي عند القرقوري وكيدير معاها وفهمتي وخدام من عندها التليفون ولات كتمشي عندي جايه غدا جاي لان هذيك نورمال قال لك اسيدي حشومه تقول لا عايره لا ما نقولش على عايره ولكن معاك انت تكون عايره هاني ماشي مشكل ما نقولوش على عارة انت تدي من التحت وضرب من التحت ديال الكلب يا القرد جيت تقول بني انا راه فاهم لك القوالب ديالك انا علاش خاصمت مع دموس ماهر علاش دابس معاه علاش شنو دار ليا ما عنده ما يدير ليا كنا خدامين بخير وعلى خير ولكن مي شتو مع اللي مع ولد اختي راه ولد اختي راه خدامه كيدير الجيتار عندي واحد الفيديو كيدير الجيتار معاه كان معاه وكيدخلوا لدارو فهمتيني وهاد موس ماهر كيمشي لي مع مرتو اللي هي هاد امنيه يا خوتي داكشي علاش ناضي يجي منا فهمتيني هذا هو المشكل دابا مني هو واحد ماشي راجل حيت اللي هو راجل ما كيديش عيال الرجاله ما كيمشيش مع عيال الرجاله هذا هو الواقع هذاك راه ماشي راجل وكان راجل ها علاش ولكن ها القرداوي انتظر مني الجديد انتظر مني الجديد انا نقول لك اللي كاين لا وراه بنت اختي صرف حشومه يقول لا عاهره ياك ولد الكلب وعاهره انت مغادي بها انت دي انت راجل انت كدي مرت الراجل انت راجل انت هذه رجوله فيك انت شوفك القرداوي والله انت ما راجل حيت كون كنتي راجل ما سمحش بنتك اللي هي بصح فري بالقواعد بكل شيء بالذكيره بكل شيء ديالها وتسمح فيها تضرب الشيشه وتمشي مع عباد الله في باري تمشي مع منوالا انت راجل انت وكون كنتي راجل كولتي ولاد حقيقيين ماشي بالانابيب سي المراوي وانا جاك سي المراوي اليوم الدواسه عندي اليوم غنحط لك شي دواسه ما كاينينش كاع باش عرف الحقيقه ديال الميلودي داودي وعبد الله الداودي عباد الله خوتي عبد الله الداودي مسكين هي ما يحفر الداودي هي وهي خوا قال اخويا مشي للميريكان وهي انا لا انا ماشي الداودي انا عادي الميلودي انا راه ما حاسبني حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى انا لا والد ولاد الزنقه بيني وبين مولايا مشغول حتى لا انا ما عنديش انا ولادي عندي انا ما عندي انا عندي جوج ولاد كاينين وهذوك ولادي اللي كانوا ولادي يديروا لا دي ان ومني غيديروا لا دي ان نقدر ندير معاهم مزيان وكان عندي انا ما يدخلوش لان انا ما عنديش انا كون كانوا اطفال مرحبا السيده عندها 26 سنه والسيد عنده 21 سنه هاد الناس انا من عندي انا في العمر ديالي 17 سنه ندبرت على راسي 17 سنه انا ما قلت لا با ولا على امي هذا هو الوقت 17 سنه امي ما كايناش ولكن با راه كاين وما عرفش انا با خليته يدبر على راسه ندبرت على راسي باش عرفني راجل على هاد الناس اللي كيهضروا ماشي سعاي انا عمري ما نطل الفيسبوك وقلت لهم خوتي راه باغي ندير لا دي ان ولا باغي نسعى ولا بغيتكم تدبروا عليا ولا خصني نشري لا عريت على كتافي ندبرت على راسي دوزت الحبس دوزت المشاكل تقاتل الدبس مع العالم باش وصلت لهادشي اللي فيه انا دابا ولكن بهذا حيت هذا عامر وفيه طبق على كل لون فهمتيني يا الاستاذ سي القرداوي انا ماشي بحالك انا نباب امي ونوض نتهصلص ونمشي ندير نفسد وندير لا اخويا انا نهار جيت بوحدي ونهار دخلت هاد بلاصه سعيده دخلت شمكار دخلت القنيطره دخلت شمكار
دخلت ما عنديش ما حلقت لك ما عنديش داخل سمكار ما عنديش ما عنديش ما عندي حتى حاجه. حتى داك الصباط اللي دخلت بيه قنيطره لاحوا ليا في لاكار لابسوه هو مشرك باش دخلت هاد القنيطره هادي باش تعذبت باش انني كريت هذاك البتاع. حتى جلس واحد الدري السيمو اللي هو وليمه السيمو اللي مسكين عنده واحد ريستورون اول واحد تلاقيت معاه في هاد القنيطره هو داك السيمو وليمه ونعس في ديك الكراسه عنده في السمستف كراسه عنده في القهوه نعس تماك نعس عنده 3 ايام متابعه 3 ايام انا كنسف الكراسه حتى كيسالوا الناس كنوض انا بالكراسه كنسفهم باش ننعس امزيني ونعس في لاكار نعس الزنقه وهذاك البيت اللي كريت حنا اربعه نهار كيجيب شي واحد شي دريه كي ما خصنيش نكون انا تما خصني نكون خارج امزيني. هذا هو هادشي كامل ما عرف ما عقلتوش عليه ما عرفتوش جيتو عام الاخر السلام عليكم وعليكم السلام عادي الرهاني اجي راه عنده جوج ولاد صافي هادشي اللي كاين هذا هو القانون ديالكم. السلام عليكم على السلامة. وحده كتسد ما عرفها واحد كيسد ما نعرف وصافي وجافي خصكم تجابل علاش انا بدلت لكم ديوتي انا واخوتي اللي غير رضى بهذا الشيء هذا رضى به الراس وما انا راه ما غرضاش به. هذا هو الواقع القرداوي الحقيقه في الدقيقه هي هذه والحقيقه بالوثيقه هي هذه وثيق بيا غنبهد لك القرداوي اقسم بالله غتبهدل القرداوي اقسم بالله غتبهدل وغنعذبك عذابا اليما من الاخر نيشان فهمتيني بغيتي بالقانون معاك بالقانون بغيتي بال باش ما بغيتي هذا هو الواقع ولكن راه غنعذبك وحضي مني انا كنقولها لك انا حضي مني ماشي كروشيات ولا غنصيفط لك لا ما كنصيفطش انا هو الانسان اللي كيجي فاز انا حضي مني فهمتيني حضي مني غنعذبك قانونيا ومعنويا وماديا وباش ما بغيتي حضي مني لانك انت قرض من القروده. هذا هو الواقع ملي تبغي تهضر على بنات الناس هضر على بنتك هضر على بنتك انت الاول هضر على بنتك فقط قول لهم فين هي بنتي اللي سامح فيها في باري تما كتسارى في الشيشه جاب الله لقيتها في باري فهمتيني بلاد المسلمين هذا هو الواقع. اما بلاد الكفار حنا عندنا جوج ولاد قال لك اسيدي وخصك تعترف بهم خصك تدخلهم الدار حيت هذه ديالنا ما عندهم حد في ما يبان لك راه باش اخوتي راه مازال كاينين وحده اخرين راه كاينين دراري وحده اخرين هذا الشيء اللي كاين وانا واحد الانسان هما فاسدين وانا فاسد وكل شيء ديال تلاقي الفساد لا يهضر معايا انا يهضر معايا على الفساد راه كل شيء فاسد كل شيء فاسد ولا يهضر شي حاجه يقولها راه فاسد. هذيك المره اللي كانت معايا خصهم تعرفوا مالها عاد هضروا عليا انا هذا هو الواقع. وهاد خينا اللي كيهضر على امك يقول لك انا امي شريفه عفيفه انت ولدي ما كاينش انا متزوج انا في 96 راه كاع ما كاين خصك تسول على امك شنو كانت كدير سول عليها وزيدوا انت كنتي راجل ما تخليش اختك جالسه مع عباد الله انت ماشي راجل انا كنقول لك هذا اللي ماشي راجل اللي كيهضر معاك هذاك خينا اللي ما يشرفكش النسب ديالو لان انا اصلا قلتها قبل ما تقول انت حيت انت اصلا كلك انت حباس ماشي كنت حباس راجل انت حباس بالزوب بالطنقه انت حباس بلا ما نهضر بالعيبه حنا كنعرف حباس رجال ولكن انت حباس صافي بغيتي صافي كتعطيها تما داك الشيء مهزاز من واحد كيعطيها لعزيز تما داخل يقول لها هذا ولد الميلودي اللي مشى للامارات وبنت الميلودي اللي داخل لعزيز دوزوا عليه ولد الميلودي شي عندكم انتوما وترجلوا وترجلوا انا 17 عام راني مدبر على راضي 17 عام انت راه عندك 21 17 عام راني انا داخل في هذه البلاد السعيده هذه القنيطره هذه فهمتيني راه داخل وكنتقاتل وكندابز مع العالم كنحماق فهمتيني باش يلاه وصلت واحد الشويه عطاني الله اللي عطاني ربي على نياتكم ترزقون. اما العبد اللي غيبقى يهضر بزاف وهذيك خيتي ديال شوف تي في اللي كتهضر حتى هي هذيك خيتي ديال شوف تي في سيريها فاطمه الزهراء نقول لك نيشان مباشره هذا راه ما لا تشهير لا والو سيري جمعي ولادك سيري جمعي ولادك. انا سولت على ولاد قالوا لي راه ولادك راه كيقراو مزيان وهنا وكاين فينا هما راه ما معبوهم حيت باهم كل كافيك الرباح ما يسمعش فيك انت ما لقيتي ما دير بغيتي تعصبي عليا انا ولدك تدور عليا ودوري اختي شوف كاين قانون في البلاد كاين واحد القانون اللي سميتو قانون مغربي كاين القضاء في خدمه المواطن القضاء في خدمه المواطن وانا كنتحدى اي واحد الا القضاء في خدمه المواطن هو اللي ما كتحداش والقضاء اللي دارها هي اللي كاينه نيشان نيشان خوتي هذه هي الحقيقه في دقيقه هو هذا هو عادي الميلودي بغيتوا الحقيقه هي هذيك بغيتوا تهضروا شي هضره ما كايناش شغلكم هذاك وانا كنموت على فاز الميلودي اللي بغى يعرف الحقيقه ديالي هي هذه اللي بغى يعرف الحقيقه الفري هي هذه الانسان اللي دبر اللي تعذب في الحياه ديالو ونعس الزناقي ومشي حفيان ودير ما نعرف وسعينا بجميع الطرقات ودرنا اي حاجه ودرنا كل شيء انا راه كندير السيليسون كنت كندير ما نعرف درت كل شيء في الوقت في ذاك الساعه النهار اللي ربي عفى عليا وتابع عليا وربي هداني الطريق المستقيم بغيتو نتوما تفونديوني يا الله لا كانت ليكم بغيتو تشوفونا هابطين
بغيتو تشوفونا نازلين والله الا كانت لكم حنا بالرجله واقفين ومعانا دعوه الوالدين وكيف الشوكة واحل لكم حيت معانا دعوه الوالدين وكل شيء ديال الله. خوتي باي الموت عليكم وكل شيء ديال الله عليكم حتى الصباح. هذا هو عادي الميلودي والجديد انتظروه يومين يكون جديد غيب البارد. اللي غيهضر عليا اللي غيحلل هادشي اللي قال عادل يحلو بالمنطق ويهضر معايا راجل، اما اللي غادي يجيب بالعاطفه يمشي يتزوج بها هو ويعرف هو هي مالها وياخذ داك الدراري ويدير لهم هو لا دي ان وياخذهم. اسيدي الى 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 بقى فيكم الحال خذوهم انا ندير لهم لا دي ان وخذوهم نتوما كي جيتكم. هذا هو الواقع حيت انا ما يشرفنيش وما عمرها ما يشرفني باش تكون بنت تقول لهم هذيك بنتي وهي مشات مع مختلف الجنسيات. سيده بالفيديوهات واش تكون تاكد بهذا ديال السيده بدات تكون عندي في الحاله المدنيه اقسم بالله تنقطع ديك الورقه لا هو لا هي ديك الورقه ديالهم ندير لها بحالك ما تبقاش عندي من الاخر. هذا هو عادل الميلودي بغيتو عادل الميلودي هكا راه انا هكا ما بغيتوش راه ما عندي لكم. المهم ليسونسيال هو انني انا شحال كنت فاسد امهم كانت هي هما كانوا دخلوا من جهه وانا كندخل من جهه شوفين نيشان اخوتي نموت عليكم وهذا هو الواقع. حتى بعد غدا الصباح وكاين عاوتاني لايف بالليل ان شاء الله الرحمن الرحيم كاين لايف قبل ما نمشي للاستوديو غنديروا اللايف ونمشيو نكملوا في الاستوديو. نموت عليكم وكل شيء ديال الله.